هذا الحدث الكبير. نسير هنا مع الصدارة ونتابع أيضا مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول من يتواجد على الصدارة؟ عنيد على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول من هجن الرياسة بمتابعة أحد خبراء تضمير السيل بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الثاني والذي قير إلى المقدمة أعلن أيضا بوجوده من الجانب الآخر. هنا يتواجد مياس على المركز الثاني، قير إلى مقدمة هذا الشوط مياس من هجن الرياسة. علي بن يميل الوهيبي يتولى عملية تضميره، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر تدخل أيضا المينون على المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ دياب بن سيف آل نهيان، والصادق فضل الأمين يتولى عملية تضميره. عنيد على المركز الثالث من هجن الرياسة السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، وهنا تدخل أيضا فهلوي على المركز الرابع من هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره. المركز الخامس هنا الوصول يأتي أيضا من سلهود لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. فيصل بن طالب بن شريم يتولى عملية التضمير، وأيضا تدخل من الجانب الآخر هناك مشغل على المركز السادس، وانتقل مباشرة إلى المركز الخامس في هذه اللحظات مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. يمعى بن عتيق الرميدي ياتي باحترافه ايضا في التضمير لدى انطلاقه مشغل في سادس المراكز. سابعها ايضا يتواجد الواش يحتل المركز السابع مشاهدينا الاعزاء خلال هذه الانطلاقه من هجن العاصفه. وايضا حمد بن راشد بن غدير والمركز الثامن، تدخل هملول على المركز الثامن في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضمير على المركز الثامن خلال هذا الانطلاق. والمركز التاسع نتابع المركز التاسع، هنا تواجد الشاهين على المركز التاسع مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. عبد الله بن علي بونواس يتولى عملية تضمير على تاسع المراكز. وأيضا المركز العاشر هناك من يتواجد مشاهدينا الأعزاء على المركز العاشر في هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير ما شاء الله. صوقان يأتي أيضا في المركز العاشر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الرحمن الثاني. ناصر بن محمد بن ناصر يتولى عملية تضمير بعاشر المراكز في هذه اللحظات وفي هذه التحديات. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى تحديات الزمول وهدير التنافس الذي يعم أرضية هذا الميدان ضمن هذا المهرجان الختامي التراثي الكبير مهرجان المرموم 2015. لنتابع انطلاقات وتحديات الميدان الذكي الذي يستقبل هذه الأسماء العملاقة التي توافدت وتواجدت دائما في أرضية هذا الميدان. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول من غير النتيجة. وأعلن أيضا بالانطلاقة لدى مقدمة هذا الشوط لدى المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل سلهود. سلهود غير أيضا النتيجة وأعلن بوجوده لدى المقدمة في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. فيصل بن طالب بن شريم ياتي مضمرا لدى انطلاقه سلهود على مقدمه هذا الشوط على المركز الاول، بينما المركز الثاني ياتي ايضا فهلوي على المركز الثاني في هذه الانطلاقه من هجن العاصفه. والواثق ايضا من تضميره حمد بن راشد بن غدير ياتي لدى انطلاقه ايضا فهلوي ومتابعه بالتضمير، بينما المركز الثالث تدخل من الجانب الاخر. انطلق مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات وفي هذه التحديات الرائعة والجميلة. المينون المينون غير إلى مقدمة هذا الشوط، أعلن أيضا بالانطلاقة لدى صدارة هذا الشوط. هذا هو المينون أعلن بوجوده مع المركز الأول مشاهدينا الأعزاء.
لسمو شيخ دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع المقدمة ومع المركز الأول، بينما المركز الثالث يأتي سلهود لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم. تدخل أيضا هنا مياس بشعار الخطر، شعار هجن الرئاسة، واحد خبراء التغمير علي بن يميل الوهيبي الظافر الذي ينطلق أيضا مع انطلاقة مياس في المركز الرابع خلال هذه اللحظات، بينما المركز الخامس هملول يتواجد بالمركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضميره، خذ المركز الخامس. المركز السادس هنا ينطلق أيضا عنيد في المركز السادس مشاهدين الأعزاء من هجن الرئاسة، السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يتولى عملية تضميره بسادس المراكز خلال هذه الانطلاقة وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل. تدخلات أيضا الواش، وصل الواش، انطلق الواش، تواجد الواش على المركز السابع في هذه اللحظات وانتقل مباشرة إلى المركز الخامس. ما شاء الله الواش من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره، خذ المركز الخامس في هذا الانطلاق. ننتقل مباشرة لنتابع حتى المركز العاشر اللي في المركز الثامن، وصل في هذه اللحظات زاهي، تدخل زاهي، انطلق زاهي مشاهدين الأعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هذا هو زاهي مشاهدين الأعزاء، أو مشغل نعم، لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعة بن عتيق الرميدي المحترف ينطلق أيضا مع مشغل في المركز الثامن خلال هذه اللحظات. والمركز التاسع هنا التنقلات أيضا على المركز التاسع مشاهدين الأعزاء، حشيم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سعيد بن سالم من يأتي أيضا بانطلاقة مشاهدين الأعزاء، حشيم في هذا الانطلاق في هذا التحدي الرائع والجميل والتحديات المثيرة خلال هذا الانطلاق خلال هذه المنافسة القوية التي ينطلق بحشيم في المركز التاسع. وأيضا هناك الأسماء الأخرى القادمة لانتزاع ناموس هذا الشوط، لانتزاع أيضا سيارة هذا الشوط. قطعنا 5 كيلومترات، المتبقي 3 كيلومترات على نهاية هذا الشوط، على نهاية هذا التحدي الرائع والجميل. وما زال المينون، ما زال المينون على المركز الأول منطلق أيضا مشاهدين الأعزاء بمقدمة هذا الشوط بالمركز الأول لسمو الشيخ دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتولى التضمير لدى انطلاقة المينون الذي ما زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. الله المركز الثاني تدخل هناك من الجانب الآخر في هذه اللحظات وانطلق أيضا هنا فهلوي يحتل المركز الثاني من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره، بينما مياس المركز الثالث من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي، الواش على المركز الرابع من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتولى تضميره، مشغل على المركز الخامس، تقدم مشغل خذ المركز الخامس في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعة بن عتيق الرميدي يأتي مضمرا لدى انطلاقة مشغل خذ المركز الخامس في هذه اللحظات، عنيد على المركز السادس من هجن الرئاسة السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يأتي لدى انطلاقة أيضا مشاهدين الأعزاء، عنيد خذ المركز السادس في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى المركز الأول. الله يا سلام مع لوحة الكيلو وين، خلاص يا أخوالي المضمرين ما تبقى على نهاية هذا التحدي، كيلو وين فقط يصل لنا على خط النهاية. وما زال المينون، ما زال المينون على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول ليعلن أيضا بهذه الانطلاقة مع المركز الأول خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. الله يا المينون لسمو الشيخ دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يأتي بتحركات المينون على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول خلال هذا الانطلاق. هنا فهلوياتي على المركز الثاني، تحديات مياس على المركز الثالث، الواش على المركز الرابع، منافسة قوية وخطرة للقاية مع هذه الأسماء. تدخلت الأسماء، انطلق سلهود عاد مرة أخرى إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الثالث، سلهود لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فيصل بن طالب بن شريم.
هشام الله الله يا بن هشام. حرك الشوط حرك حرك الشوط هنا مع المركز الثالث في هذه اللحظات. مياس على المركز الرابع من هجن الرئاسة. علي بن يميل الوهيبي مشغل على المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايدان النيان. يمعى بن عتيق الرميذي الواش على المركز السادس من هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير عنيد على المركز الخامس من هجن الرئاسة. السهيل بن أحمد بن دهي البلاحي. الشوط خطير الانطلاق اختريتي مع الأمتار الأخيرة. بدأ الكل ينطلق هنا مع هذه المنافسة القوية للقاية ولكن سلهود. وأيضا هنا مشاهدين الأعزاء فهلوي فهلوي ياتي على المركز الثاني والمينون على المركز الأول. ما شاء الله مياس مياس قادم الرئاسة قادمة وأيضا العاصفة هنا تسيطر على مقدمة هذا الشوط من خلال انطلاقة فهلوي مع بداية الكيلو متر الأخير. مع بداية الكيلو متر الأخير تحرك المينون انطلق سلهود تواجد مياس عنيد قادم عنيد قادم. الله 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 هذا الشوط منافسة قوية للغاية مع الأسماء القوية المنطلقة في هذا الشوط بقيادة أيضا فهلوي فهلوي على المركز الأول. فهلوي على الصدارة. العاصفة العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير ياتي متابعا لدى انطلاقة فهلوي. تحرك المينون وسلهود من الجانب الآخر. الله على هذه المنافسة. سلهود قادم سلهود قادم بالمركز الثالث. غير إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. فيصل بن طالب بن شهاب عنيد على المركز الرابع من هجن الرئاسة. السهيل بن أحمد بن دهي البلاحي المنافسة الخطرة الانطلاق الخطير التحدي المثير. الله 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 هذا هذه المنافسة الأربعمائة متر الأخيرة مع الكوكب الرباعية مع الكوكب الرباعية. فهلوي على المركز الأول المينون على المركز الثاني سلهود على المركز الثالث. منافسة قوية وخطرة للقاية في هذا الانطلاق. سلهود الله انطلق سلهود انطلق سلهود مشاهدينا الأعزاء بمقدمة هذا الشوط بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأيضا فيصل بن طالب بن شريف من ياتي مقدما. سلهود لينطلق مع الأمتار الأخيرة مؤكدا بالفوز والانتصار. تهانينا وناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا وناموس للمضمر السيد فيصل بن طالب بن شريف. المركز الثاني أتى فهلوي من هجن العاصفة والمركز الثالث المينون لسمو الشيخ دياب بن سيف آل نهيان. بينما المركز الرابع عنيد من هجن الرئاسة والمركز الخامس تواجد أيضا مياس في المركز الخامس من هجن العاصفة. ما شاء الله تحدي وإدارة انطلاق رائع وجميل منذ بداية الشوط وحتى نهايته. ولكن استطاع سلهود أن يحقق ناموس هذا الشوط بأيضا أداء رائع وجميل وبتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 19 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا أيضا للمضمر فيصل بن طالب بن شريم على هذا الفوز والانتصار وتحقيق أيضا لناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني كان فهلوي من هجن العاصفة بتوقيت زمني 13 دقيقة 20 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار. بينما من أتى في المركز الثالث كان المينون في المركز الثالث أدى أداء رائع وجميل منذ بداية الشوط حتى نهايته بتوقيت زمني 13 دقيقة 21 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس اسمه الشيخ دياب بن سيف آل نهيان. تهانينا أيضا لمضمر المينون الصادق فضل الأمين. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.